عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا جلسة مباحثات مع وزير النفط اليمني سعيد سليمان الشماسي، ذلك على هامش المشاركة في مؤتمر الطاقة العربية 12 بقطر والذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك. وتناول اللقاء بحث المساهمة في تطوير الاتفاقيات البترولية في اليمن كأحد المجالات المهمة التي تتطلبها صناعة البترول والغاز، والرغبة القوية في تواجد الشركات المصرية العاملة في مجالات المشروعات والخدمات باليمن، وكذا خطة اليمن لاستغلال موقعها الاستراتيجي في تخزين الخام والمنتجات البترولية والاستفادة من خبرات مصر في مجالات الغاز، ذلك إلى جانب التعاون في مجال استغلال الثروات التعدينية. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط 3%، وسجل خام برنت أدنى مستوياته منذ يونيو الماضي بعد ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين في نوفمبر، مما يقدم مزيدا من الأدلة على أن من غير المرجح أن يركز مجلس الاحتياطي الاتحادي أو البنك المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة تقدر ب 3% ليصل إلى 73.73 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير بنسبة تقدر ب 3.1% إلى 73.56 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة تصل إلى 0.1% ليصل إلى 3.2 دولار للتر. كذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.4% نتيجة سياسة تعزيز المخزون العالمي لتسجل 2.69 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك عقد اجتماعه المقبل بدولة الكويت في ديسمبر 2024، وأشارت المنظمة إلى أن الاجتماع سيناقش مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2024، بالإضافة لتطوير أعمالها وإعادة هيكلتها مع تطوير أنشطتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها بشكل يتلائم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة. وسجل المؤشر نيكي الياباني مكاسب متواضعة وسط تلاشي التوقعات بتحرك وشيك من جانب بنك اليابان في اجتماع السياسة المقرر الأسبوع المقبل، وأنهى نيكي التداولات مرتفعا بنسبة تقدر ب 0.16% ليسجل مكاسب لليوم الثاني على التوالي. أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فخسر بنسبة تقدر ب 0.23% متأثرا بارتفاع أسهم شركات التمويل وسط مخاوف بشأن استمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة.